هذا المعرض يساهم على مستوى متواضع في تكسير هذه الصورة النمطية، لكن يجب أن تلعب الدول العربية دورها في إخراج دور يعني كثير من الوجوه النسائية التي لعبت دورا مهما في تاريخ بلدانها. فهناك الكثير من النساء مع الأسف سواء في مجال الموسيقى أو في مجال الرسم، مثلا عندنا بالمغرب مثلا يعني كاين شعيبية، ولا شعيبية يعني يحتفى بها في مجال ضيق، مجال تشكيلي، لكن يجب أن يعمم فن الشعيبية في الوسط المدرسي حتى يتعرف التلاميذ والأطفال على مسار هذه السيدة، لأنها فعلا ديفا.